السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال وبصحة جيدة. وانتم كتشوفوا معايا هذا الفيديو نهار جديد وفلوغ جديد إن شاء الله. اليوم غنديكم معايا لواحد المدينة اللي كلكم تبغيو تشوفوها هي واشنطن دي سي. العاصمة ديال الولايات المتحدة الأمريكية اللي غنتعرفوا ان شاء الله من خلال هذا الفيديو على بزاف ديال الاماكن السياحيه اللي كتوجد في هذه المدينه ان شاء الله باذن الله. وخليكم معنا مازال ان شاء الله غنتعرفوا على بزاف ديال الحويجات اللي غادي يعجبوكم في هذه الجوله هذه. نتمنى ان شاء الله نكون خفيفه ظريفه عليكم وانتم معايا في الطريق حتى نقربوا نوصلوا ان شاء الله ونبداو المعلومات. واشنطن كما كنعرفوه هي العاصمة ديال أمريكا ديال الولايات المتحدة الأمريكية اللي العدد السكان ديالها 711,000 نسمة، ومعروفة بكثرة المعالم السياحية والمتاحف اللي كتوجد بكثرة تقريبا في المناطق الوسطى من العاصمة. أهم المواقع اللي ممكن نزورها في واشنطن اليوم في هذا الجزء إن شاء الله هو منتزه ناشيونال مول والنصب ديال تذكار الرئيس الأمريكي أبراهام لينكولن والنصب واشنطن مانيوميت. اول حاجه كتلقى في واشنطن دي سي هي ستاسيونمون اولا فين تباركي الطوموبيل ديالك. اكثر حاجه ممكن انك تعصبك فيها هي هذه المساله هذه، كضطر انك ستاسيوني الطوموبيل في واحد المكان بعيد وتمشي على رجليك واحد المده. هنا حطينا الطوموبيل ديالنا وكما قلت لكم خصني نمشي واحد المسافه على رجلينا، واي بلاصه حطيتي فيها الطوموبيل خاصك تخلص فيها، ضروري انك تخلص باش انك تتحرك باش ملي ترجع ما تلقاش الطوموبيل ديالك في مشكل. كما شفتوا هذا تقريبا على ما اظن النهر ديال بوتوماك على ما اظن، الى كانت غلطه الفكره صحوها لي. المهم انا عندي معلومات وانتم الا عندكم شي معلومه احسن وادق نتمنى ان شاء الله تقولوها لي في لي كومونتير. وهنا بغيت نشارك معكم هذه الحافله تقريبا كتاخذوها ب 35 دولار كدور بكم تقريبا النصف ديال العاصمه، فكتمشي للمناطق السياحيه والمناطق اللي معروفه بزاف في واشنطن دي سي تقريبا كدور 35 دولار او 37 دولار تقريبا واحد 20 دقيقه ولا 25 دقيقه. هنا كما شفتوا وصلنا المنتزه ناشيونال مول كيتوجد في وسط مدينه واشنطن دي سي، وهو متنزه مفتوح الجوانب ديالو فيه بزاف ديال المتاحف والنصب التذكاريه من اهمها متاحف سميثسونيان ونصب تذكاريه المحاربين ديال قدماء المحاربين ديال حرب الفيتنام كيستقبل نسبه تقريبا 24 مليون زائر سنويا. وهنا كنكون وصلنا نصب لينكولن التذكاري تقريبا ديك الدروج انا على ما اظن على حسب المعلومات ديالي 360 درجه. حتى هذا المكان هذا كيتعتبر من اهم المعالم التاريخيه اللي كتوجد في الولايات المتحده الامريكيه اولا بالاحرى اللي كتوجد في واشنطن دي سي. تشيد هذا المكان هذا خصيصا وتكريما لذكرى الرئيس الامريكي ابراهام لينكولن وكيتوجد بجانب ناشيونال مول، وتبنى على شكل معبد اغريقي اللي كتحيط به 36 تقريبا من اضخم الاعمده اللي كيوصل الطول ديالها حتى 10 ديال الامتار في الارتفاع، وكيرمز كل عمود الولايه من الولايات 36 اللي كانوا في الفتره ديال اللي كيحكمهم الوقيته اللي كانوا في الولايات المتحده الامريكيه كيحكمهم ابراهام لينكولن، وباقي الولايات تكتبوا الاخرى تسجلوا في هذوك الاعمده الخارجيه اللي كتشوفوا دابا
هذوك الأعمدة الخارجية، سجل عليهم دوك الأسماء ديال الولايات اللي كاينين دابا اللي موجودين حاليا. وهذا المكان هذا تقريبا كيبقى مفتوح للعامة على مدى 24 ساعة. شوفوا ما شاء الله الناس راه تقريبا تبارك الله، راه كيكون واحد النسبة كبيرة ديال السياح، أو نسبة كبيرة ديال الناس ديال الأمريكا كيجيو من جميع الولايات. تقريبا 5 دقائق من على الاقدام من نصب لينكولن كتوصل النصب الحرب العالميه الثانيه تذكاري، وفيه تقريبا هذه النافوره الضخمه راه كبيره ما شاء الله، 65 عمود، 65 عمود كما شفتوا، وحوالي ها انتم هنايا مقسومين على جوج، كاين ولايات في الباسيفيك بمعنى في المحيط الهادي، والطرف الثاني كاين ولايات في الاطلنطيك المحيط الاطلسي، مقسم على جوج ديال المحيطات. وهاد النافوره تبارك الله كبيره، وهنايا هذا تقريبا هاد البلاصه هادي واحد المكان اللي خصوه الروح ديال الضحايا ديال الحرب العالميه الثانيه، وتقريبا فيه تمايا في هذاك الحيط 4048 نجمه ذهبيه، هذه نهار الروح ديال هذوك الضحايا ديال الحرب.
خليوكم معنا الوجهة الأخرى إن شاء الله، حتى هو كيتعتبر من أهم وأبرز المعالم التاريخية والأماكن والأماكن السياحية الموجودة في واشنطن العاصمة الأمريكية. وهنا الجهة الثانية من واشنطن إن شاء الله فيديو ثاني إن شاء الله الجزء الثاني غادي نهضروا على أماكن أخرى وغادي نقربكم منها إن شاء الله عن قرب، وإن شاء الله يكون عندنا لها معلومات أكثر ونعرفوا عليها معلومات أكثر إن شاء الله بإذن الله. هنا وصلنا لنصب واشنطن التذكاري او لا واشنطن مانيوميت، كيحتل هاد النصب هذا عند منتصف المسافة ما بين الكونغرس الامريكي ونصب لينكولن التذكاري، راهو الكونغرس الامريكي وانفاس معه كاين نصب لينكولن التذكاري اللي كنا فيه. وهاد البنايه هذه تقريبا راها اضخم بنايه تبنت على شكل واحد العمود، ولكن كتعتبر هي اطول عمود تقريبا ممكن تشوفه تكريما لروح لجورج واشنطن اول رئيس امريكي. وهنا سالت الجوله ديالنا في هذوك المعالم التاريخيه وجينا هنايا غاديين على الاقدام كنشوفوا غير نوريكم واحد النبذة قصيره على الشوارع ديال واشنطن. نتمنى ان شاء الله تكون هاد الجوله فاتكم بشي حاجه ولو بسيطه كما كنقول لكم ديما، على كنحاول نشارك معكم ولو معلومات بسيطه اللي انا كنبحث عليها وكنعرفها. ونتمنى ان شاء الله نكون عند حسن الظن ديالكم، ما تنساونيش بلي لايك ولي كومونتير، وان شاء الله نتلاقاو في الجزء الثاني لزيارتنا ان شاء الله لواشنطن دي سي. وشكرا بزاف والهلا يخطيكم.